بعد مشاهدينا الكرام، فقد نقلنا لكم وقائع افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لمصر لاستثمارات الغاز والطاقة تحت عنوان إيجيبس 2019. المعرض بمشاركة عدد من كبريات الشركات العاملة في مجال البترول والغاز في العالم وفي أفريقيا وكذلك في المنطقة العربية، وبمشاركة مسؤولين عرب ودوليين ومصريين. المعرض يقام في هذه الدورة تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط، احتياجات الغد من الطاقة. الهدف الأساسي من هذا المعرض والمؤتمر هو مناقشة أمن الطاقة، ويعتبر أمن الطاقة في منطقة المتوسط إحدى المهمات الأساسية لمصر، التي اتخذت منذ 4 سنوات قرارا بالتوسع في أمن الطاقة المصري والتحول من استيراد الغاز الطبيعي إلى الاكتفاء الذاتي، بل والوفاء بالتزاماتها من التصدير عن طريق عدد من المشروعات الكبرى في مجال استكشاف واستخراج الثروات الطبيعية كالغاز والبترول. ولعل من أهمها كما أشار وزير البترول المهندس طارق الملا هو الأربعة الحقول الكبرى الموجودة في البحر المتوسط. وقد أشار رئيس الوزراء أيضا في كلمته إلى أن هذه الحقول الأربعة الكبرى ستوضع على خريطة الطاقة العالمية باستثمارات تقدر ب 27 مليار دولار، وسيبلغ حجم الإنتاج في الدرجة القصوى منها إلى 6.5 مليار قدم مكعبة من الغاز. هذا الحجم من الإنتاج وهذه المشروعات الكبرى التي تسير بالتوازي في البحر المتوسط والبحر الأحمر وفي كل ربوع مصر، هي تفتح آفاق كبيرة في مصر للتشغيل واستيعاب القوى التي تدخل إلى سوق العمل سنويا، أيضا دعم الاقتصاد المصري من خلال تصدير الطاقة، وكذلك العمل على الصناعات التحويلية والاستفادة منها في تعظيم القيمة المضافة اقتصاديا. وأضف إلى ذلك ما حققته مصر من أرقام قياسية غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتي بلغت في 2018 إلى 1 مليون وحدة سكنية. إذن للمتابعة وللتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. دكتورة بسنت، أهلا بك. في الحقيقة رئيس الوزراء ركز في كلمته على المحاور الأساسية التي تتجه نحوها الحكومة للتأسيس، لأن تكون مصر منطقة أو حجر أساس في تداول الطاقة في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط. ما هي أهم هذه المرتكزات من خلال اطلاعك على خطط الحكومة باعتبارك عضو في اللجنة؟ طبعا حضرتك عارف كل الاتفاقيات والاكتشافات اللي تمت في الفترة اللي فاتت، وخصوصا ترسيم الحدود ووضع قوانين علشان نقدر ازاي نقدر نبحث، وعلاقاتنا بدول البحر المتوسط. البحر المتوسط بيعوم على كميات هائلة من الغاز والبترول، فطبعا دي ساعدتنا جدا ان احنا نقدر فعلا نبين الكميات الحقيقية اللي احنا نقدر نستحرقها. نفس الشيء بالنسبه للصحراء الغربيه واكتشافات البترول فيها، واهتمامات الدول العالميه انها تدخل وتستكشف وتدور على البترول. انا احساسي اكثر من ذلك لاني عملت في مؤسسه عالميه كان تخصصها الاساسي البترول، واعتقد ان منطقتنا مليانه بترول، لكن المشكله هي ان كانت انذاك تكلفه استخراجها عاليه قوي. لا يوجد استثمار بدون طاقه. فإذا كنا إحنا ابتدينا الحمد لله عندنا طاقة الغاز وطاقة البترول والكهرباء وكل المشروعات اللي إحنا بنعملها دي مش بس هتكفينا لتنمية الاستثمار في بلادنا، سواء كان بداية بقى بالتوسع في مدن جديدة، في مصانع، في كمان في الزراعة النظيفة والحماية البيئة، لا دي كمان هتساعدنا إن إحنا نصدر سواء كان لمنطقة البحر المتوسط أو لأفريقيا، وأفريقيا طبعا حضرتك عارف داخلة على نهضة اقتصادية هائلة. وهنا السؤال دكتورة بسنت فيما يتعلق باستخراج مقدرات هذا الوطن من ثرواته الطبيعية كالغاز والبترول، كيف يسهم هذا المعرض وهذا المؤتمر في طرح الأفكار وتبادل الخطط مع الكيانات الكبرى العاملة في هذا المجال وجذبها للاستثمار في مصر؟ أي استثمار في الفترة الجاية لازم يتدخل أو يشارك فيه 3 فئات. فئة تمتلك التكنولوجيا العالية، محدش يقدر ينكر أن دي موجودة مش في كل بلاد العالم. فئة تانية بتمتلك الثروات اللي إحنا منها،
وفئة ثالثة ممكن تشارك بأموال. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول أنا عايزة أطلع الغاز أو البترول أو الذهب أو اليورانيوم، ده عايزة تكنولوجيا حضرتك، ولذلك التكنولوجيا موجودة في الغرب وفي الشرق في البلاد المتقدمة. أنا كمان الأملاك دي بتاعتي، الثروات دي بتاعتي، موجودة على أرضي، عندي شباب، عندي كمان رؤوس أموال ممكن تدخل تشارك سواء عن طريق استثمار مباشر أو عن طريق البورصة. فالتكوينة لازم تبقى الكل كسبان، إن أوروبا تشتغل وأمريكا تشتغل والصين وإحنا وأفريقيا وشبابنا وشبابهم، والتكنولوجيا مع الفلوس ومع الثروات هو ده اللي ينمي التنمية السريعة. إحنا ما نقدرش نعمل الكلام ده لوحدنا، وهم ما يقدروش يعملوا لوحدهم، دي مش حاجاتهم، دي ثرواتنا. في الحقيقة دكتورة بسنت، وزير البترول طارق الملا أشار إلى نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، وهو حديثه عن الحوكمة والمثال الذي استعرضه بتطوير إحدى الشركات البترولية على أسس من الحوكمة وتنمية الكوادر. برأيك ما الذي أو إلى أي مدى يطمئن هذا الأمر أو هذه الخطة فيما يتعلق بالحوكمة في قطاع البترول؟ كيف يطمئن الشركات والعاملين في المجال والمستثمرين فيه من أن استثماراتهم ستكون آمنة وتعود بالفائدة عليهم؟ شوف حضرتك، في نقاط لا يمكن الاستثمار يشتغل معها. الفساد طارد، بيروقراطية طاردة، عدم وجود حوكمة طارد، عدم وجود كوادر مدربة طاردة، الأمن طارد. ولذلك لما بتيجي أي شركة تدخل، أكبر 500 شركة في العالم هم اللي بيتحركوا، مش كل شركات العالم بتتحرك. أكبر 500 دول بيلجأوا دايما إلى المؤسسات العالمية اللي بتقعد تقول لهم التقييم والجدارة والكلام اللي حضرتك ذكرته ده، واللي ذكره السيد رئيس الوزراء وزير بترول. الحوكمة أساس، ما فيش حاجة اسمها أنا هدير على هوايا وده يدير على هوايا، دي أسس دولية وعالمية بتشتغل بها الدول. فإذا إحنا فعلا لما طبقنا نظم الحوكمة ورجعت من المؤسسات العالمية وثبت أنها اللغة اللي العالم كله مستعد يتكلمها، تجذب الاستثمار. لو دي مش موجودة، لو حضرتك عندك ثروات العالم محدش هيخش، لأنه ما يعرفش يشتغل باللغة اللي أنت بتتكلم بيها. فالحوكمة ومحاربة البيروقراطية والفساد والإهمال، أنا عايز أقول لحضرتك الإهمال أخطر من الفساد. فكل دي حاجات الحوكمة تقدر تظبطها، وأعتقد أن السيد الوزير لما أتكلم عنها طبعا هو يعني ما يقول، لأن ده الخطاب اللي أنت تقدر تتكلم به مع المؤسسات الأكبر، 500 مؤسسة عالمية بتتحرك على ظهر الكرة الأرضية. الاستثمار دكتورة بسنت له أبجديات اقتصادية كما أن له أيضا أبجديات سياسية، وفي الحقيقة المعرض تحت عنوان أفريقيا وشمال البحر المتوسط نحو احتياجات الغد من الطاقة، ويتزامن مع تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي. ما الدور السياسي الذي من الممكن أن تلعبه مصر من خلال ملف التكامل والتعاون في مجال إنتاج الطاقة؟ حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، لن يكون هناك استثمار وإنتاج وتقدم والشعوب ترتقي إلا إذا السياسة والاقتصاد تعاونوا مع بعض في هذا المجال. زي ما كان إحنا دايما بنقول جملة وفي بعض الأحيان لا نعنيها، هم وجهين لعملة واحدة. فإذا كنا عايزين نتقدم وأفريقيا ترتقي، هي السياسة مع الاقتصاد في استراتيجية واضحة للنمو بالنسبة للشعوب. صحيح. أيضا فيما يتعلق بالتوازنات السياسية، فإنه وجود مصر في منطقة الشرق الأوسط وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط هو يؤسس لمرحلة سياسية وتوازنات في القوى الاقتصادية والقوى السياسية أيضا في منطقة البحر المتوسط. ما تقييمك للدور المصري في المرحلة التالية من خلال منتدى غاز شرق المتوسط؟ شوف حضرتك، احنا قطعنا شوط رائع، العالم كله شافنا، أنجزنا إنجازات غير مسبوقة بشهادة كل المؤسسات الدولية. ولذلك هذا المؤتمر وغيره، هتيجي مؤتمرات برا، هتبين مصر عملت إيه بالضبط وإيه الدور اللي تقدر تلعبه. لما بتتكلم على الغاز، خلي بالك حضرتك أيضا في مشكلة كبيرة قوي في العالم اللي هي تلوث البيئي والتغير المناخي. فالغاز من أقل الحاجات اللي بتسبب مشاكل في هذا القطاع، وخصوصا إذا التكنولوجيا المستخدمة فيه تكنولوجيا حديثة. فمصر الحمد لله بكرر قطعنا شوط طويل قوي، ما احناش قلقين، يعني في مشاكل كتيره لسه دول افريقيه هتبتدي تطبقها، لكن الحمد لله احنا نقدر نلعب دور كويس قوي، وتجربتنا لوحدها هي قصه نجاح.
أشكرك الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب. وفي سياق متابعتنا لافتتاح المعرض الدولي الثالث للطاقة إيجيبس 2019، انضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية مراسلنا محمد الخطيب. محمد، أهلا بك. أهلا بك أحمد، تحياتي لك وتحياتي لجميع مشاهدي النيل الأخبار. بالفعل افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2019، والذي يعقد على مدار 3 أيام هنا في مركز المؤتمرات بالقاهرة. بالفعل الجلسة الافتتاحية يعني انتهت، وتوجه الجميع الآن إلى افتتاح المعرض الذي يشارك فيه العديد والعديد من الشركات المصرية، شركات البترول المصرية وشركات العالمية والدولية. المعرض الذي يقام على مساحة 28,000 متر مربع، والذي يعتبر من أكبر المعارض الذي يعقد في النسخة الثالثة، وذلك لزيادة أعداد المشاركين من الشركات البترول المصرية والدولية. جناح أو أجنحة المعرض عامة تضم 13 جناحا ل16 شركة عالمية و400 أو 400 من ممثلي الشركات الأخرى. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلماته الافتتاحية أكد على أهمية هذا المعرض وأهمية الدول المشاركة والشركات العالمية في قطاع البترول. أكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في قطاع البترول، تجسدت هذه الملامح في أولا انتهاء عصر استيراد الغاز الطبيعي والاتجاه نحو الاستيراد، اتجاه نحو التصدير. ثانيا العديد من الدول تتجه وتنظر إلى مصر الآن باعتبارها أرض خصبة وجيدة للاستثمار. أيضا هناك تفاصيل كثيرة تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء في توصيل الغاز العديد من المنازل ليشعر المواطن المصري بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية. قطاع البترول يمثل المحرك الرئيسي والأساسي للتنمية الاقتصادية في مصر. جميعا نشهد ما يتحقق على أرض الواقع من مصانع، من مدن جديدة تبنى، من مشروعات قومية. كل هذا يحتاج في النهاية إلى توفير الطاقة والبترول، وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية متمثلة في قطاع البترول. محمد الخطيب مراسل النيل من معرض إيجيبس 2019، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم فعاليات افتتاح معرض والمؤتمر الثالث المصري للطاقة تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط، احتياجات الغد من الطاقة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. متابعتنا مستمرة معكم على شاشة النيل.